في الملف اليمني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في حالة اضطراب كاملة وتكافح من أجل البقاء، ويأتي ذلك في ظل تخبط واضح في التصريحات والمواقف الإيرانية المتناقضة. أضاف ترامب للصحفيين قبل اجتماع مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن إيران قلقة جدا بشأن بقائها كبلد، مضيفا أنه يترقب ما إذا كان الإيرانيون يريدون إجراء محادثات مع الولايات المتحدة أم لا، موضحا أن الأمر بات يعود لنظام إيران. كان الرئيس ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، والذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران. وعاد ترامب بعد ذلك فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على طهران، والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق.